أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل مقيم في بلاد الكفر ولكنه مظهر لصلاته وتوحيده رجل ولكنه مظهر لصلاته وتوحيده ولكنه إيش؟ مظهر مظهر. نعم ولكنه مظهر لصلاته وتوحيده ولكنه لا يسب الشرك، فهل تجب عليه الهجرة؟ نعم، هذا ما هو بظهار للدين، كونه مجرد أنه يصلي ويتعبد ولا يمنع، ما هو بهذا ظهار الدين. ظهار الدين هو إعلان العقيدة وبيان الشرك والنهي عن الشرك، هذا هو ظهار الدين. نعم.